فنان مهم قوي يعني طول السنين الشغل دي اللي انت اشتغلتها. الحمد لله. تعرف كده كنت عارف طول الوقت في اختياراتك، في ادوارك، في تأديتك للدور. الحمد لله. احكي لي كده. الحمد لله. الاول انا عايز اطمن المشاهد على صحتي، اتفضل. وعايز ابارك للشعب المصري بالاهلي والزمالك. مبروك علينا. الاثنين صعدوا والحمد الحمد لله، لله. وخدوا ازدهار افريقيا كروي رهيب. كونفدرالية وكل حاجة. انت اهلاوي ولا زملكاوي الحمد استاذ لله. لطفي؟ صحتي. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي. اهلا بيك. انا صحتي كان جات لي جلطة في المخ في 2017، عطلت الايد دي والرجل دي، واصبحت بمشي بتسند على محمد اللي معايا، بتسند عليه وبمارس حياتي. فإنما انا بطمن الناس ان انا كده من 2017 لم يجد جديد خالص. المتسائلين دايما انت هتعتزل، يعني ده انتوا كلكم نظر، ده انتوا كلكم نظر، يعني مين يجيب ممثل طاير نصه؟ ما ينفعش. فانا قانع جدا بما انا فيه، وراضي جدا جدا باللي كتبه لي ربنا، راضي بنسبة 100%. الله وسعيد. سعيد ليه؟ لأني كنت شغال كتير، وكنت تتعب. أنا عامل 150 فيلم ما شاء الله، و380 عمل فني ما شاء الله، دول بما فيهم الأفلام طبعا. انا عايزه دول اقول لك في حد ذاتهم ان اعمال حضرتك كانوا الزملاء في تماما من بيتي، الزملاء في الاعداد، يمكن احنا بنعمل الحلقات دي كتير، كاتبين اعمال حضرتك مع كل نجم من النجوم. يعني مش الحمد لله، يعني هتلاقي حضرتك عملت مع احمد حلمي كده رضا، مع عسل اسود، خيال نقاتة، صيع بحر، دول مع احمد حلمي بس. ده احمد حلمي. هتلاقي حضرتك مع هنيدي، عنتر ابن شداد، ايوه، جانا البيان التالي، ايانا يا خالتي، عندليب الدقي، صاحب صاحبه، مرع البريمو الاخير. مرع البريمو. تعالى بقى اتكلم حضرتك مع احمد مكي، احمد اتش دبور اللي كسر الدنيا وقدم احمد مكي في يعني مقدمه. اتش دبور ده، ايوه، احمد مكي كان جاي يخرب